في حملة تحسيسية لنظافة الشواطئ والغابات والمحيط بشكل عام اللي أطلقتها في بداية الموسم الصيفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة، يعني مبادرة بالتأكيد مهمة جدا بالتعاون مع السلطات المحلية ولكن موجهة إلى الجميع، كلنا معنيين بالمحيط، المواطن هو المعني الأول وأيضا المرافقة من الإدارة المحلية، وهناك أيضا يعني حملة وطنية بهذا الاتجاه، فلنعمل معا نشتغل مع بعضنا، لأنه البيئة يعني على عدة أكثر من مستوى لازم نهتم بها، سواء على المستوى الصحي الجمالي، على مستوى أيضا الحفاظ على المكان اللي رانا عايشين فيه، الكوكب بروحه كاين كثير من المواد سواء كيميائية أو حتى مواد بلاستيكية اللي ما تدورش، ما لا يمكن تفككها الطبيعة، ما تقدر لهاش. طبعا هو العملية لازم تكون على عدة مستويات، وأنا نتصور أنه فيه إجراءات في إطار كامل، يعني سواء الانفيرونمون هنا ولا حتى لديشي اندستريال، كل هذه يعني في عين مأخوذ بعين الاعتبار، لكن احنا فيما يعنينا اللي قادرين نوصلوا له كمواطنين هو المحيط تاعنا، لازم تتحول الى ثقافه هذه، وما فيها والو عادي جدا، يعني احنا هذه ماهيش حاجه جديده علينا، ماهيش حاجه اللي رانا ما نعرفوهاش، هذه هي جزء من الثقافه تاعنا، برك مليح واحد يذكر ومليح انه نهتموا بالمحيط. شكرا لكم، بارك الله فيك، يعيشك. Thank you.